أم المؤمنين يعني يصير نشوف شعرها مثل ما نشوف شعر أمهاتها؟ لا 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 بس ما بس انك ما انها هي ما طلعت شعرها يعني. ما طلعت شعرها، طلعت غير شيء. ام مبارك والله العظيم تصدق ما طلعت. انت احسن الظن، احسن الظن، انا حاسب الظن. انت لو سمحت، لو سمحت، انت لا تستدل بكلمه ام المؤمنين. اذا هي ام المؤمنين بالمعنى اللي يتبادر بذهني فلازم نشوف شعرها ونشوف ايديها او رجليها يعني مثل ما امهاتنا بالبيت. اذا قلت لا فلا تدخل هاي الكلمه بالموضوع، واضح؟ يا أخي فاطمة الزهراء لا يترك فاطمة، لا تدخل فاطمة، لا تدخل. فالآن عائشة أم المؤمنين ما لها دخل، ليش طبت على الريال المجنب؟ تفضل. فاطمة كانت تكلمون الصحابة. ما لا ما كانوا يكلموا هذا، ماكو هذا الحكي، ماكو هذا الحكي. لا 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 ماكو. اللي دقوا عليهم ماكو، اللي عندكم في روايتكم دقوا عليها الباب. هذا عدي ياسر الخبيث، هذا حطاها بفيلم، انا ما عندي هذا الشيء. ورديت رد تفصيلي ساعة كاملة، بينت انه رواية دخول سلمان عندنا هي من رواياتكم، بس هذا واحد جبان ما يفتهم، كل شيء ما يفتهم، حطاها بالفيلم وتصدقتوها. واضح ولا مو واضح؟ فلا تستدل علي بهاي الرواية. أنا رديت عليها بحث تفصيلي أكثر من ساعة، بينت إنه هاي الرواية من مروياتكم أنتم، وجدت بالكتب الشيعية عادي مثل ما ملايين الروايات موجودة في البحار والكافي من كتبكم. فأترك عنك هذا الموضوع.